سياق الحديث عن ما حدث معك وما تعرضت له من تعذيب، اتهمت وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير بأنه قام بتعذيبك شخصيا، وأنه قام بالتعدي عليك وداس بنفسه على جسدك. ما الذي جرى بشكل محدد من إيتمار بن كفير؟ نعم، أنا رأيته وهو كان يصوروننا ويكشف ويعروننا من الملابس، من جميع الملابس. أتى وكانوا عندما يعذبوننا يصوروننا ذاك الإرهاب المجرم. وبالمناسبة هو زار القسم الذي كنت أعيش فيه. أنا كنت أعيش في قسم 17 في معتقل سجن عوفر، وأتى وزار قسم 18، فنظرت إليه ورأيته مع حاشيته، ورأيته بأم عيني. ثم كانوا يصورون هذا الاعتداء. وعندما يعني أستذكر، عندما قبل أن أرجع إلى السجن كان مغمى علي، وأنا وضعوني في كأس، هذا الكأس الذي ذكرته لكم، وضعوني في ذاك الكأس، فأخرجوني إلى سيارة البوسطة، أي السيارة التي تنقلنا، فأغلقوا الشبابيك، فأغلقوا الشبابيك وأطلقوا علينا الغاز السام لكي يخنقوننا، وأنا كدت مغمى علي ولا أستطيع أن أتنفس. يعني أرادوا، أنا كنت أسمع فقط كلمة واحدة: أنت قاتل. من قتلت؟ أنا إنسان أعزل، لا أحمل سلاحا ولا بندقية،